اليوم السيد قال لهم روح انتخبوا خلاص. قال لهم السيد روح انتخبوا شو المشكله؟ قال لهم السيد صريح صراحه انه احنا ما نقترب من الانتخابات او ايقاف الانتخابات. قال لهم روح انتخبوا كل الشعب العراقي. العالم رايح تنتخب خلص. بس عندك شنو هاي؟ شنو قياده صدريه السيد؟ هاي قياده صدريه. ها واحد رصافه ما نعرفه المن يعني مثلا شلون يعني هاي قيادة صدرية؟ والله أقول لك صابري النيوز ما نعرفها المن هنا الخبر ما نعرفها المن جمهورية حناطة يعني ما لا أنت ليش تريد تخوفهم يعني؟ لا ما خوفهم وخوفهم لا واضح لا جدا أحكي بصراحة زين. التيار الصدري عنده هدف أكبر من المقاطعة وهذا دلالاته هذا دلالاته هذا تصعيد هذا مو دلالة. واليوم السيد تغريدته تحياتنا للسيد والله يا سيد اشتاقينا. تغريدة السيد اليوم هو تبرؤ من المسؤولية أي شيء يصير ما له علاقة مو ربعي بس من جوا لي جوا اللي راح يشتغل هذا الشغل مصدرين هذا الحكي صار طق لا إحنا بالنسبة لنا التيار الصدري أنا أشوفهم يعني قاعد يقودون المقاطعة بشكل سلمي يعني ندوات يعني على الأقل حضرت ندوتي يعني استاذ صفاء الأسد أكثر من 3-4 ندوات تظاهرات موجودة. أما قضية مثلا أنتم من بنيتوا على قضية تمزيق الصور تمزيق الصور قسم عدد رنقشة هذا البيان شلون تبني عليه هذا البيان أخطر ما نشره بخصوص المقاطعة هذا الموضوع واحد بصرة واحد شو اسمه واحد رصفاء يعني لا 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 نصح المواطنين يعني هذا يطلع من بيت راح الانتخابات تتلقوه بالشارع تقولوا له لا يا بلا تروح ذولا فاسدين لو تتلقوا بالتواثيق شو يعطيك لا والله غير نعروف استاذ احمد هذه ما تمثل والله ما تمثل اي مشروعيه اي مشروعيه ما تمثل ما لها علاقه يعني اخو احنا نكتب تلقهم بالتواثيق لا على الاقل يعني تيار صدر تيار اجتماعي موجود في كل شارع في كل زقاق في عنده القدره للوصول لكل الفعاليات الشعبيه واقناعها يعني ما يحتاج الى هكذا اعلان هاي الاعلانات على التليجرام لا تلاقي يعني اذان صاغيه اذا اكو توجيهات فتوجد توجيهات من سماحه السيد مقتدى صدر على الاقل المكتب الخاص او سرايا السلام وغيرها فهذا الموضوع ما تقدر نقدر ناخذ به انه انت تريد تخوف الاطار انا اعرف مقصدك يعني انه انت تريد دائما تضغطهم طبعا انت تضغطهم انا سيد مقتدى وخوف الاطار جاي تضغطهم وتقول لهم بهاي لا اضغطهم لا 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 مو انت مو تدري بهم يخافون لا قدامنا ممارسه ديمقراطيه والسيد ايش قال؟ قدامنا ممارسه ديمقراطيه قال حتى وان كانت فاسده خل يمشون بها اذا القضيه السيد ما عنده اعتراض على قضيه الديمقراطيه والانتخابات لان